النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان في بيروت مساء الخير مساء الخير العاصفة الجوية في طريقها إلى الرحيل عن الأجواء اللبنانية غير أن هذه الأجواء بالمفهوم السياسي مكفهرة غير مريحة بفعل مراوحة عملية تأليف الحكومة في توزيع بعض الحقائب وهذه المسألة تطفو على السطح إلا أن ما تحتها قد يكون عقدا سياسيا يمكن أن يكون رئيس الجمهورية قد سماها هواجس متوجها بدعوة أبوية إلى أي مسؤول أو سياسي لل الاجتماع به في القصر الجمهوري كي يودع هواجسه لدى فخامته المؤتمن على الدستور وعلى تحقيق عدالة التمثيل في السلطات الدستورية كما على حسن عملها وفقا لأحكام جوهر الدستور ونصه ما دامت الغاية هي المصلحة الوطنية العليا وفق ما ورد في البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية وفيما تستمر حركة المفدين بتدفق إلى لبنان وآخرهم وزير الخارجية الكندي لقى موضوع تأليف الحكومة بسرعة تأكيدا من هؤلاء لا سيما وزيري الخارجية الألماني والتركي وشكلت محادثات الوزير الألماني حجر زاوية في ملف النازحين السوريين في لبنان الذي يعاني من هذا النزوح وأعلن شتاينماير عن مساعدة من بلاده للبنان بقيمة عشرة ملايين You know? وصف رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون العلاقات اللبنانية الألمانية بأنها ممتازة لأن البلدين يتقاسمان العديد من القيم موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدة وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر ماير الذي نقل إليه تهاني بلاده بانتخابه رئيسا ومتمنيا المزيد من الاستقرار والتقدم للبنان في عهده وقال إن انتخابكم لرئاسة الجمهورية يشكل ضمانا للاستقرار في لبنان لاسيما وأنكم تعملون مع القوى السياسية كافة على تشكيل حكومة جديدة وتم خلال القاء تقويم الاوضاع في لبنان والمنطقه واكد الرئيس عون على استمرار الجهود من اجل النهوض بلبنان لافتا الى وجود مؤشرات تعد بامكانيه تحقيق تقدم في هذا الاتجاه واشار الرئيس عون الى الدور الذي يلعبه لبنان في مكافحه الارهاب من خلال العمليات الاستباقيه التي تقوم بها القوى المسلحه اللبنانيه لاسيما في ملاحقه الخلايا النائمه التي نجحت هذه القوى في كشف العديد منها وتطرق البحث الى الوضع في سوريا حيث اكد الرئيس عون على ضروره ايجاد حل سياسي للازمه السوريه لافتا الى التداعيات التي تتركها مأساة النازحين السوريين على الوضع في لبنان الذي يعمل رغم ذلك على تقديم المساعدة اللازمة لهؤلاء وهو يتطلع إلى التزام دولي جدي في التخفيف من العبء المترتب على لبنان بفعل استمرار هذه المأساة وأشار الرئيس عون إلى أنه سيعمل على أعداد خطط لاستنهاض اقتصادي لاسيما وأن الظروف التي تكونت مع الانتخابات الرئاسية ستساعد على تحقيق ذلك وأكد الرئيس عون للوزير الألماني أن أي محاولة لتحسين العلاقات بين الدول المعنية بالوضع في المنطقة هي خطوة إيجابية وجيدة ومن جهته اعرب الوزير الالماني عن تقدير المجتمع الدولي عموما وبلاده خصوصا للرعايه التي يلقاها النازحون في لبنان والاعباء الناتجه عن ذلك مركزا على ضروره تجاوب الدوله مع دعوات لبنان للمساعده في حل الازمه السوريه سياسيا ومعالجه ماساه النازحين الضيف الالماني زار عين التين والتقى الرئيس نبيه بري وقد اشاد بجهود الرئيس بري بجمع البلد واللبنانيين الى حين انتخاب رئيس للجمهوريه كما زار المصيطبي والتقى الرئيس تمام سلام والتقى ايضا الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط ومن وزاره الخارجيه اكد وزير الخارجيه الالماني استمرار دعم بلاده للبنان وشجع اللبنانيين على تشكيل حكومه بسرعه وهناك فرصه لذلك كما قال. وزير الخارجيه التركي بعد جوله له على القيادات اللبنانيه اكد على دعم لبنان وتمتين العلاقات الثنائيه بين البلدين أكد الرئيس العماد ميشيل عون رغبة لبنان في تطوير العلاقات مع تركيا في المجالات كافة، مركزا على أهمية العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا والمساعدة على معالجة ماساه النازحين السوريين. كلام الرئيس عون جاء بعد لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي قال إن تركيا تتابع باهتمام التطورات الإيجابية التي رافقت انتخاب الرئيس وهي على ثقة بأن تشكيل الحكومة سيساعد في تقوية العلاقات الثنائية وخصوصا في المجال الاقتصادي. الضيف التركي زار عين التين والتقى الرئيس نبيه بري بحضور الوفد المرافق والسفير التركي ومن الخارجية شدد الضيف التركي على ضرورة الحفاظ على الأمن في لبنان وتأثيره على تركيا آملا تشكيل الحكومة وعلى الحوار داخل البرلمان وأكد على دعم لبنان لاسيما المشاريع التنموية خصوصا أن لبنان يستقبل أعدادا كبيرة من النازحين أوجر دعا لحل سياسي لما يجري في حلب وصد الجماعات الارهابية التي باتت تهدد الدول المجاورة ولابد من استراتيجية موحدة لصد داعش والنصرة ورأى أن الأسد لا يمكنه تعزيز وحدة سوريا وهو مسؤول عن قتل عدد كبير من شعبه ولا يمكنه تحمل المسؤولية. بدوره الوزير جبران باسيل لفت إلى أن لبنان لا يتنازل عن ثرواته وكان نقاش مطول حول الأزمة السورية. الحل الوحيد المتاح والدائم هو بعودة السوريين النازحين إلى بلدهم. بالنسبة لنا هذا الأمر يمكن أن يتم ما قبل وخلال وبعد في الحل السياسي. فيه. سوريا وعلينا توفير الظروف المؤاتية للاستفادة من المناطق المستقرة أو خلق مناطق مستقرة لعودة السوريين إليها لأن هكذا مناطق هي موجودة ويمكن بسهولة الاعتماد عليها لتوفير الشروط الآمنة لعودة السوريين النازحين إلى بلدهم زار قرابه الخامسه من بعد الظهر بيت الوسط والتقى الرئيس الحريري وكان زار المصيط والتقى الرئيس تمام سلام النظام السوري يسيطر على اكثر من 40% من شرق حلب وتحضيرات لخروج 200 مسلح من مدينه التل في ريف دمشق باتجاه ادلب في وقت نشر النظام السوري مئات من جنوده لاستعاده الاحياء الاكثر اكتظاظا بالسكان في شرق حلب وتسريع سقوط معقل المعارضه اعلنت فصائل عسكريه معارضه تشكيل جيش حلب بقياده ابو عبد الرحمن نور لفك الحصار على المدينه بالتزامن مع دعوه القائد الجديد لحركه احرار الشام جميع الفصائل السوريه الى التوحد واصبحت قوات النظام المدعومه بمقاتلين اجانب تسيطر على 40% من شرق حلب بعد 15 يوما على بدء هجوم واسع لاستعاده كامل ثاني مدن سوريا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وفي جنيف قال يان انجلند رئيس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية في سوريا التابعة للأمم المتحدة في اختتام اجتماع إن الاتحاد الروسي أعلن أن مبعوثيه يريدون الاجتماع في حلب مع موظفين لبحث الطريقة التي يمكننا فيها استخدام ممرات لإجلاء الناس من جهته أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن إعلان هدنة إنسانية يبقى أولوية لدى المنظمة الدولية وفي ذات السياق حضت مئتان منظمة مدنية دولية وسورية الجمعية العامة للأمم المتحدة على تطبيق الاتحاد من أجل السلام في سوريا لإنقاذ مدينة حلب من كارثة إنسانية ذلك بعد فشل مجلس الأمن في القيام بذلك بسبب حق النقد فيتو الروسي استعادت القوات العراقية حي الزهور اكبر احياء الجانب الشرقي من مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الارهابي بعدما حاصرت مسلحي التنظيم في الحي منذ ايام عدة، القوات العراقية اكدت انها اقتربت وللمرة الاولى من جسرين يربطان ضفتي نهر دجلة داخل المدينة وهي تحاول الوصول الى جسر ثالث من اجل اصلاح انابيب المياه المقطوعة عن الاحياء ما من شأنه ان يخفف من اعباء نزوح السكان. في اليمن اتهمت وزاره الخارجيه الحكومه المشكله في صنعاء حكومه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بفتح بفتح جبهات جديده للقتال في الوقت الذي يواصل فيه مبعوث الامم المتحده اسماعيل والد الشيخ احمد جهوده لانهاء الصراع الذي يعصف باليمن منذ 20 شهرا. فاصل ونعود نتابع قراءه النشره. العاصفه مستمره حتى السبت والمناطق تغرق بالسيول والثلوج تقفل الطرقات الجبليه وفي البقاع المياه تطيح بالمواسم الزراعيه تستمر الأمطار والثلوج مع استمرار الطقس العاصف الذي يسيطر على لبنان، ولا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة حتى صباح يوم السبت، وسيبقى عاصفاً والأجواء الباردة تترافق مع أمطار رعدية غزيرة أحياناً، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر حتى يوم السبت ليتحول إلى متقلب نهاراً مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة ومن ثم مستقر ليلاً. العاصفه شلت حركه الملاحه والصيد البحري في مرفا صيدا وتسببت سرعه الرياح باقتلاع عدد من الاشجار حيث سقطت احداها بالقرب من ثانويه رفيق الحريري كما تسببت بسقوط لوحات اعلانيه وفي سور ادت الرياح العاديه التي ضربت السواحل الجنوبيه الى اقتلاع المخيم والمقاهي المنتشره على شاطئ سور كما تعطل العمل في مرفا المدينه ومنع الصيادون من الخروج لمزاوله عملهم في صيد الاسماك <applause> لحد هلا يعني الاضرار خفيفه ونحن عم نحاول قدر الامكان يعني بالامكانيات الموجوده عندنا ان نسد كل طارئ بيحدث بيصير يعني في في اضرار مبلا في اضرار صارت في اضرار صار في عندنا اضرار بالبطاطا صار في عندنا اضرار بالخيم ساعة اجت ساعة عملت اضرار بالخيام ما ضلت شي بالخيام والبطاطا طافت البطاطا يعني بالماء أكثر المستودعات صار فيها طوفين صار في اضرار منيح عندنا بالمنطقة الطقس العاصف كشف عورات البنى التحتية المتهالكة في مناطق سهل عكار خصوصا في المنطقة الواقعة بين مفرق بلدة العمارة وصولا إلى ساحل العكري حيث تسبب غياب شبكة الصرف الصحي بتشكيل سيول ما أعاق وصول الطلاب إلى مدارسهم وقد نشد الأهل المعنيين للتدخل لرفع الضرر ووضع خطة مستقبلية تكفل حماية ممتلكات المواطنين خلال فصل الشتاء وفي البقاع العاصفة أدت إلى أضرار في المزروعات وفي البيوت البلاستيكية وفي سياق متصل أعلنت المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن حال الطرقات ليوم الجمعة على شكل التالي طريق تنورين حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج طريق تنورين اللقلوق مقطوعة والطقس ممطر ومثلج والرؤية سيئة طريق كفر حدث بعلبك مقطوعة وطريق الأرز عيناتا مقطوعة أما الطرقات السالكة إلى مراكز التزلج في كفر للسيارات رباعية الدفع والسيارات المجهزة بسلاسل معدنية وطريق ظهر البيدر سالكة لجميع السيارات وطريق بشر الأرز سالكة لجميع السيارات سلسلة لقاءات سياسية وانمائية واجتماعية عقدها الرئيس عون مؤكدا خلالها أن لبنان سيعود نقطة ارتكاز اقتصادية ومالية في الشرق الأوسط العافيه عادت الى لبنان والمستقبل سيكون واعدا لا سيما لجهه عوده لبنان نقطه ارتكاز اقتصاديه وماليه في الشرق الاوسط. هذا ما اكده رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون في خلال سلسله اللقاءات التي عقدها وتناولت مواضيع سياسيه وانمائيه واجتماعيه. وفي هذا السياق التقى الرئيس عون وفدا من رجال الاعمال اللبنانيين في دوله الامارات العربيه المتحده في حضور سفير لبنان في ابو ظبي حسن سعد. الوفد عهد رئيس الجمهورية على العمل من اجل ان يبقى الانتشار اللبناني في الخليج في خدمة لبنان اقتصاديا وسياحيا وداعما لقضايا الوطن في كل المحافل والمنابر فيما اكد الرئيس عون العمل دائما لتقوية العلاقات بين لبنان ودولة الامارات العربية المتحدة خصوصا ودول مجلس التعاون الخليجي عموما مشيرا الى ان عودة الاستقرار الى لبنان سياسيا وامنيا تعد بمستقبل افضل بدأت مؤشراته من خلال الدعم الذي لقيه لبنان من قبل دول عربيه ودوليه منذ الانتخابات الرئاسيه اضافه الى انتعاش الحركه السياحيه واجتماع المصارف العربيه والتاكيد على ان لبنان سيعود نقطه الارتكاز الاقتصاديه والماليه في الشرق الاوسط الرئيس عون التقى الوزير السابق البير منصور الذي لفت الى انه يعلق اهميه خاصه على الدور الاساسي الذي يمكن ان يلعبه الرئيس عون لجهه رد مسار اتفاق الطائف الى حقيقته وهو قادر ايضا على ان يقوم بالدور المسيحي الحقيقي في الشرق لجهه بناء مواطنه حقيقيه ومساعده الاخرين على الخروج من الدين والطائفيه في العمل السياسي والتوجه نحو العمل الوطني وفي القصر الجمهوري رئيس اساقفة ابرشية قبرص المارونية المطران يوسف سويف يرافقه النائب الماروني في البرلمان القبرصي ناكيس موسى المطران السويف أكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل بين مواريضة قبرص ورئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أنه في إطار المفاوضات لإيجاد حل لأزمة قبرص، عرض على الرئيس عون دعمه للمساهمة في حل المسألة القبرصية بشكل عام وأوضاع القرى المارونية بشكل خاص، لتواصل الجماعة المارونية تقليدها الثقافي والديني والاجتماعي وفق الدستور القبرصي ولغتها اليونانية، بحيث يشكل أبناء هذه الجماعة وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع القبرصي. علامة للتواصل بين أبناء البلد وإرساء قواعد السلام والازدهار الرئيس عون اطلع من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر على رأس وفد من المجلس على عمل المجلس والمشاريع التي يتولى تنفيذها والصعوبات الإدارية والفنية التي تواجه العمل وأشدد الرئيس عون على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية المجمدة في كل المناطق اللبنانية لافتا إلى التزامه الإنماء المتوازن في البلاد من عين التين السفير البريطاني أمل يصبح للبنان حكومة فاعلة لمواجهة التحديات متمنيا أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة أكثر شفافية وأكثر تمثيلا رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث مع السفير البريطاني هيوغو شورتر في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة شورتر أوضح أن المملكة المتحدة تدعم بقوة تأليف الحكومة اللبنانية قائلا نريد أن نرى حكومة لبنانية قوية قريبا وفاعلة لمواجهة التحديات العديدة أمام البلاد ومنها القضايا الأمنية ولفت إلى أن المجتمع الدولي أمل أن يرى شريكا قويا في لبنان للصمود أمام الاضطرابات التي تمر بها المنطقة وللتمكن من استيعاب الأعداد we also discussed uh, the speaker and i uh, next year's parliamentary elections بحثنا مع الرئيس بري في الانتخابات النيابية العام المقبل ومن المهم جدا أن تجرى في موعدها ونأمل أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر شفافية وأكثر تمثيلا وأن يتم اتخاذ إجراءات أساسية وأصلاحات في عملية الانتخابات منها اعتماد الأوراق الانتخابية المطبوعة مسبقا والاقتراع السري كما تشاركنا ودولته في الأمل بتحسين التمثيل المرأة في البرلمان اللبناني وأكد الرئيس بري ضرورة تمثيل المرأة في البرلمان الرئيس بري التقى رئيس الأركان في في الجيش اللواء الركن حاتم ملاك ورئيس بلدية صيدا سابقا الدكتور عبد الرحمن البزري من جهة ثانية تلقى الرئيس بري برقية تهنئة بعيد الاستقلال من كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس مجلس النواب الباكستاني رئيس مجلس النواب الروماني رئيس المجلس الأعلى في أوكرانيا ورئيس مجلس النواب في جمهورية بيلاروسيا قاضي التحقيق العدلي في جريمه تفجير الرويس القاضي عماد الزين تبع اليوم تحقيقاته فاستجوب الموقوف حاء حاء واصدر مذكره وجاهيه بتوقيفه كما اصدر مذكره غيابيه بتوقيف ميم ا على ان يحدد لاحقا موعدا جديدا لجلسه مقبله أمنيا أيضا أوقفت دورية من الجيش في محلة دير عمار المواطن محمد فيصل عبد الله المطلوب لإقدامه على إطلاق النار من سلاح حربي والتسبب بمقتل مواطن وإصابة آخرين وضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف كما أوقفت دورية أخرى في محلة حار تحريك المواطن هادي منير سويدان المطلوب لإقدامه على إطلاق النار من سلاح حربي في وقت سابق وعلى صعيد آخر وفي في اطار مكافحه المخدرات ايضا اثناء الكشف الحسي علي بضاعه مرسله عبر البريد السريع شركه ليبومبوست وهي عباره عن البسه للاطفال بداخلها علبتي حلويات عثر علي مخبأين بداخلهما يحويان علي سبعه 7760 حبة من المواد المخدرة الكبتاجون وقد ضبطت الموجودات التي تبين أن أحد الأشخاص السوريين قد أودعها في أحد مكاتب ليبون بوست لإرسالها إلى السعودية وهو الآن عن الأنظار وتجري الإجراءات اللازمة في ملاحقته من قبل المختصين وفقا للأصول القانونية ومزيد من الأخبار المحلية في هذا الشريط. عرض الرئيس فؤاد السنيورة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة مخيم عن الحلوي مع اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الأمن في المخيمات وقد تناول اللقاء موضوع الجدار المرفوع بناؤه حول المخيم السن قام بالزيارة ميدانية إلى الجامعة اللبنانية في صيدا وتفقد أقسامها عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل الأوضاع العامة مع قائد الجيش العماد جون قهوجي وبحث أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها المختلفة من جهة أخرى استقبل العماد قهوجي رئيس أركان الدفاع الماليزي على رأس وفد مرافق وجرى التداول في شأن تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. أكد وزير السياحة ميشيل فرعون في كلمة ألقاها في مؤتمر الطاقة الاقترابية: أن لبنان أرض حوار الحضارات والأديان ومركز لهذا الحوار عبر التاريخ وهذا الدور هو الذي أسس لتطوير التجارة انطلاقا من لبنان نحو العالم أكدت المنسقة الخاصة لأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغرت كاغ أن انتخاب الرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس عبد الحريري تشكيل الحكومة هي بمثابة إشارات إيجابية وبناءة متمنية تشكيل الحكومة سريعا كلام كاغ جاء خلال زيارتها لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا ضمن إطار المساعدات الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب قدمت الكتيبة الكورية العاملة في إطار قوات اليونيفل هبة لمدرسة دبل الرسمية وطلابها كناية عن نعم مجموعة كبيرة من القرطاسية واللوازم المدرسية. العاصفة الجوية تسببت باقتلاع بعض الخيام من مخيم الريحانية في بنين بعكار كما دخلت المياه إلى الخيام وأتلفت ما في داخلها. فضيحة الضمان تتفاعل وكركي يؤكد لتلفزيون لبنان إحالة بعض الموظفين للقضاء. بيير البيع فضيحة الضمان المالية لم تنتهي فصولا، شركات كبرى ضحية، أموال ضاعت، وتوقيفات وتحقيقات في انتظار جلاء الحقيقة. الضحية الأولى هي مؤسسة الضمان التي لم تقبض الأموال، والضحية الثانية هي المؤسسات الكبرى التي اعتقدت أن أموالها وضعت في الضمان. المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي أكد أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق معقب المعاملات جورج بعينه موضحا ان بعض الشيكات كان يظهر عليها اسم المؤسسه كاشفا عن احاله بعض الاشخاص الى المجلس التاديبى اساس المشكله هي انه في شخص اسمه جورج بعينه كان مسؤوليته يقبض من الشركات ويدفع على الضمان الاجتماعي للاسف بدل ما يدفع على الشركات اللي دفعت له الشيكات كان عم يدفع عن شركات اخرى وبالتالي المسؤوليه الاساسيه تقع على عاتق معقب المعاملات وهن عاملوا وكالات يعني اجى لعنا على الضمان الاجتماعي بموجب وكالات رسميه نظمينا اصحاب العمل وبالتالي اساء الائتمان والمسؤولية تقع عليه، هلا في بعض الحالات في حالة وحيدة يعني بحب احكي عنها هي في شكات كان مبين عليها اسم المؤسسة، هون بعتقد انه الضمان الاجتماعي لازم ياخذ بعض التدابير ليساعد بهذا الإطار، وأبعد من هيك انه نحن بلشنا ناخذ بعض الإجراءات لحتى هذا المو... الموضوع ما يعود يتكرر. يعني نحن جمعنا كل امناء الصناديق بكل لبنان واعطيناهم التعليمات اللازمه بشك بنقبض عن مؤسسه وحده ما بنقبض عن عده مؤسسات بالاضافه لامور اخرى بلشنا فيها تتعلق بمديريه الاحصاء وبراءات الذمه، بتامل انه من هلا لحوالي الاسبوعين ثلاثه اداره الضمان بتنجز تحقيقاتها بالتاكيد حتحيل بعض الاشخاص الى المجلس التاديبي وتكمل الادعاء امام القضاء المختص، بعد من خلال الشغل اللي نحن عم نقوم فيه والقضاء اللي عم بقوم فيه بعتقد حتتوضح كل كل الحقائق وبالتالي اخر شيء ما حينظلم اي انسان بهذا الموضوع عشرة مليارات ليرة لبنانية تضاف إلى ملف الفساد المستشري في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية من أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلال شومان بيار البيع تلفزيون لبنان والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع الزميلة ندى الحوت الاقتصاد اليوم ارتفعت اسعار نفط في الاسواق العالميه امس بنسبه 13% وذلك كردة فعل اوليه على اتفاق الاوبك والذي قضى بخفض الانتاج العالمي للنفط مقدار مليون و الف برميل يوميا وعليه ارتفع سعر برميل النفط الى 52.54 دولار بعدما كان اقل من 50 دولار قبل الاتفاق. دكتور جورج نعمي كباحث ومحلل اقتصادي كيف يؤثر هذا الموضوع على ميزانيه الدوله وعلى انتاج الطاقه وعجز كهرباء لبنان بطبيعه الحال هو نتيجه الانتخابات الأمريكية التي أفرزت دونالد ترامب فالمملكة العربية السعودية راحت بهذا الاتجاه إلى خفض الانتاج لحتى أسعار النفط شوي ترتفع تلاقيا مع الموقف الروسي إنما علينا أيضا أن نشوف ماذا يحصل في إيران لأنه دول الأوبك تنتج أقل من 35% من النفط العالمي في حال استمرت هذه الزودة في أسعار النفط ارتفاعا هذا سيعيد عجز كهرباء لبنان إلى مستويات مرتفعة قد تصل الى فوق ال4000 مليار ليره مع وجود النازحين السوريين في لبنان نحن عم نحكي على المدى القريب على انا الم... على المدى البعيد نعم. في حال تراكمت هذه الزوده سيكون لها اثر بطبيعه الحال على المدى القريب الاثر سيكون آه بسيط جدا يعني على القدره الشرائيه يمكن؟ على القدره الشرائيه ستتاثر القدره الشرائيه للبنانيين خاصه في هذه الفتره من ختام السنه آه انما بنسبه آه بسيطه جدا لانه ارتفاع سعر النفط لحتى يصير سعر البترول 52 دولار البرميل هو ليس بالارتفاع اللافت جدا ونحن لسنا اكيدين اليوم انه هذا الارتفاع سيكمل تصاعديا نقطه اساسيه علينا ان نوضحها ايضا انه في لبنان سعر صفيحه البنزين والمازوت لا يتاثر هذا السعر مباشره بما يحصل في هذه الاسواق لا. لانه سعر السعر الاسبوعي اللي تحدده وزاره الطاقه يوم صباح يوم كل اربعاء في لبنان هو معدل تراكمي على سعر النفط لاخر اربع اسابيع نعم. إذن اذا بدانا اليوم في الارتفاع لناحيه الاسواق العالميه الانعكاس في الارتفاع في لبنان سيمتص مرحله لا تقل عن شهر الى شهرين لحتى يكون في نوع من التوازن بين سعر صفيحه البنزين في لبنان وسعر نعم. برميل النفط العالم هذه نقطه اساسيه لحتى يكون نوع من اذا بدك يعطي نوع من مناعه للاقتصاد الوطني ولاستهلاك النفط انه ما يضل يتاثر بتطاير الاسعار العالميه وهذه نقطه ايجابيه ولكن بنفس الوقت على الدوله اللبنانيه ان تقوم بخطوات اساسيه لحتى يكون عندها نوع من وقايه وترقب في حال كان هذا الارتفاع تصاعدي عليها فعلا ان تقوم باتخاذ تدابير مالية لناحية وزارة المالية ووزارة الطاقة والتنسيق ما بين هاتين الوزارتين لحتى هذا السعر ما يؤدي إلى تآكل إضافي بإيرادات الدولة وبنفقات الدولة هبوط طائرة سعودية بعد الفاصل أهلا بكم من جديد مصدر سعودي رسمي ذكر أن طائرة سعودية قادمة من الهند إلى جدة أصيب قائدها بعارض صحي فاضطرت للهبوط في مطار كراتشي مزيد من الاخبار الدوليه في هذا التقرير السريع تدفق عشرات الالاف من المسلمين على وسط جاكرتا لاحتجاج على حاكم المدينه المسيحي المتهم بالاساءه للقران الكريم مما يؤجج توترا اثار قلق الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو واتهم ويدودو لاعبين سياسيين باستغلال الغضب الشعبي من الحاكم لزعزعه استقرار الحكومه انتهى فحص الامير هاري والمطيبة الامريكية ريهانا لاختبار مرض الايدز امام الملايين الى نتيجة سلبية واتفق الاثنان على الخضوع للاختبار امام الجمهور في جزيرة باربادوس ووجد الاثنان ان هذه هي الوسيلة المثلى لتذكير العالم باليوم العالمي لمكافحة مرض الايدز ويشارك الامير هاري وريهانا التي تعود جذورها الى هذه الجزيرة في احتفالات استقلال الاخيرة في المرة الاخيرة التي يضيء فيها باراك اوباما شجرة عيد الميلاد كرئيس للولايات المتحدة دعا الامريكيين الى الوحده والتمسك بالاخلاق العامه مؤكدا هذا ما نحتاجه بشده هذه الايام. أمبيو. الى هنا ناتي لنهايه هذه النشره فريق العمل ابتسام وانا نشكر لكم حسن المتابعه الى اللقاء وملتقانا يتجدد في النشره الليليه الى اللقاء